نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. بداية العمل اليوم بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، وخبراء يرصدون انعكاساتها المباشرة على الاقتصاد والمواطن. الإعلان عن خطة للنهوض بالسياحة في جربة والقصرين لجعلهما قطبان سياحيين، وانطلاق زيارة سنوية في الغريبة بجزيرة جربة. اتحاد القبائل الليبية يعلن مبادرة جديدة لحل الأزمة في ليبيا وسط دعوات لتنظيم انتخابات ورفض للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. أعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه الدوري عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم. اجتماع تم خلاله إقرار الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لتصبح في مستوى 7%. ب75 نقطة أساسية قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية لتصبح في مستوى 7%، زيادة ينطلق العمل بها بداية من اليوم، وتأتي وفق البيان الصادر عن البنك إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة. وسيؤدي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية إلى ارتفاع نسبتي تسهيلة الإيداع والقرض الهامشي إلى 6% و8% على التوالي، ولكنه يهدف وفق ما أوضح البنك المركزي إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات، وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي. وفيما أعرب مجلس إدارة البنك المركزي عن عميق انشغاله إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بأفاق تطور التضخم، انتقد الخبير الاقتصادي رضا شكندالي في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة، انتقد السياسة النقدية للبنك واستهدفه التضخم المالي عبر الترفيع في نسبة الفائدة، وحذر في الآن ذاته من تأثيرات هذا الإجراء على المؤسسات التونسية التي لن تستطيع الاستثمار، والمواطن الذي سيصبح عاجزا عن التداين نظرا لارتفاع نسبة الاقتطاع للمتدينين من البنوك. ويأتي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية وسط تواصل تسارع التضخم الذي بلغ 7.5% خلال شهر أبريل الفارط واتساع العجز التجاري، ما دفع مجلس إدارة البنك المركزي إلى التأكيد على ضرورة الشروع بأسرع ما يمكن في الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي من شأنها إعادة النمو الاقتصادي إلى مسار تصاعدي لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة الدين العمومي. بهدف دعم السياحة البديلة في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، انتظمت بالقصرين مناظرة إقليمية للنظر في إمكانية دعم مشروع أقطاب السياحة البديلة ضمن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. بخيراتها، بثرواتها الغابية والطبيعية، بعيونها الجارية، بإرثها الإيكولوجي والأثرية، بتاريخها العريق، قادرة القصرين أن تكون وجهة سياحية مميزة شرط تحسين المسالك السياحية ودفع الاستثمار في هذا القطاع. ولتحقيق الهدف تسارعت الخطى لرسم خطة واستراتيجيات محكمة لجعل القصرين منارة للسياحة البديلة. في ولاية القصرين موجودة كثرة لكن غير مستغلة. عن الماء، عن الجبل، عن الخضرة، عن كل المقومات باش تكون سياحتنا سياحة بديلة، سياحة استثمار، سياحة عبور، كلها متواجدة.
وبإدماج القصرين ضمن برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مشروع فيزيت تونيزيا الهادف لدعم السياحة البديلة بتونس وخاصة المناطق الداخلية. انتظمت بمدينة العبادرة صفيتلة مناظرة إقليمية ضمت ولايات القصرين سيدي بوزيد والقيروان لضبط استراتيجية وطنية للسياحة. الدعم للخصوصيات الجهوية والمحلية بالنظر للمخزون الحضاري الثقافي والطبيعي لكل جهة، ثم أسس لتطوير سياحة إيكولوجية، سياحة ثقافية بالنظر للمخزون الثقافي، المخزون الأثري والتراثي الموجود في الجهة. المناظرة هي في إطار مشروع فيزيت تونيزيا، بلورة استراتيجية للسياحة في خضم 2035، انبثقت على مخطط 4 ورشات عمل. الورشة العمل الأولى الاستثمار، كيفية استراتيجية للاستثمار في الجهة، والورشة الثانية تنويع المنتوج. المنتوج احنا إذا استراتيجية تونس في تنويع المنتوج السياحي، فإن الجهات هذه تمثل مختلف منتوج السياحة البديلة. وفي غضون سنة 35 و2000 وبحسب أهداف مشروع فيزيت تونيزيا، قد تكون ولاية القصرين سيدي بوزيد القيروان أقطابا للسياحة البديلة. هذا المشروع الذي قدرت قيمته الجملية ب 50 مليون دينار. انطلقت اليوم الزيارة السنوية للغريبة بمنطقة الرياض من معتمدية جربة حمت السوق بولاية مدنين، بعد استعدادات انطلقت منذ فترة خاصة منها الأمنية لهذا الحدث السنوي الذي يوجه رسالة إلى العالم في التعايش السلمي ويؤكد أن تونس أرض التسامح والسلام. 60% النسبة المنتظر تسجيلها في إنجازات القطاع السياحي لهذه السنة مقارنة بسنة 2019 و2000، وإعلان عودة النشاط السياحي لتونس بعد صعوبات جائحة كورونا، وذلك باتباع مخطط عمل ورسم استراتيجية حددت أبرز ملامحها من طرف كل المهنيين، والهدف منها استعادة عافية السياحة بتونس. مخطط العمل فيه عدة محاور ذات أهمية. المحور الأول هو متعلق بالمحور الصحي، تطبيق البروتوكولات الصحية، العملية التلقيح اللي صارت في البلاد التونسية، تلقيح العاملين في القطاع الصحي السياحي. المحور الثاني متعلق بالبيئة وجمالية المحيط، وشفتوا عملية نتاع النظافة صارت في عدد جهات من الجمهورية التونسية، عملية تنظيف نتاع المسالك السياحية والمناطق السياحية، ومازالت متواصلة العملية. المحور المتعلق بتنويع العرض السياحي، ذلك كيف المحور المتعلق بالترويج وأهمية الترويج الرقمي، وقاعدين توقوم بعملية مكثفة للترويج. وزير السياحة أيضا أكد في ندوة صحفية بجزيرة جربة بمناسبة انطلاق احتفال زيارة الغريبة، أكد أنها تعمل الأسواق التقليدية والسوق الداخلية، تعمل أيضا على جلب عديد الأسواق المهمة الأخرى كالسوق البرازيلية والأسيوية والصينية وأمريكا اللاتينية، مشيرا في هذا الشأن إلى أهمية توفير النقل الجوي. إشكالية من النقل الجوي، فما خدمة كبيرة قاعدة تقوم بها وزارة النقل، الخطوط التونسية قاعدة تتعافى، عندها مشاكل هيكلية، قاعدة فما معناها تحسن في مستوى معناها الخطوط، وتحسن في مستوى معناها الطائرات اللي عند تونسير، باش تعاوننا برشا إذا كانت تونسير ترجع، باش السياحة التونسية زادت تعاود ترجع في أقرب وقت بطبيعة الحال مع شركات الطيران الأخرى. ومن الأسواق التي ستعرف غيابا كبيرا لهذه السنة السوق الروسية نتيجة الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وانعكاساته على مؤشرات السياحة التونسية. السوق الروسية مهمة وعندها تأثير متاعها، فما تداعيات مباشرة للأزمة الروسية الأوكرانية على السياحة التونسية، على الاقتصاد التونسي بصفة عامة. احنا قاعدين نخدموا باش نخفوا من وطأة التداعيات هذه. ما أول حاجة تنويع الأسواق متاعنا، زاد أهمية السوق الداخلية مهم جدا، معناها السياحة الداخلية. زيارة الغريبة والقمة الفرنكوفونية ومعرض الطيران وغيرها من التظاهرات في جربة وتونس ككل محطات مهمة من شأنها أن تروج للسياحة التونسية وما تزخر به من تنوع في المنتوج القادر من أن يجعل منها سياحة مستدامة. في أخبار الوضع الوبائي، تم تسجيل 5 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا وفق بلاغ وزارة الصحة خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 من مايو الجاري، كما تجاوزت نسبة التحاليل الإيجابية 4%.
صنفت العديد من المعتمديات بمستوى إنذار منخفض في علاقة بالإصابة بفيروس كورونا، باستثناء البعض على غرار معتمدية نبزة من ولاية باجة التي صنفت ذات مستوى إنذار متوسط بتسجيل 15.4 حالة مجمعة لكل 100,000 ساكن حسب تقرير صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بباجة. كما لم تسجل الجهة أي وفيات جديدة ناجمة عن الوباء. ولاية جابس بدورها سجلت 8 إصابات جديدة بالوباء، فيما توجد بالجهة 23 حالة نشيطة لهذا الفيروس، أغلبها بجابس الجنوبية والبقية موزعة على وذرف ومطمطة الجديدة والحامة وجابس الغربية والمطوية، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 5 إصابات لكل 100,000 ساكن. وإجماليا تم تسجيل 5 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا وفق بلاغ وزارة الصحة خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 من مايو الجاري، كما تجاوزت نسبة التحاليل الإيجابية 4%، وبلغ عدد الحالات الجديدة المقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خلال ذات الأسبوع 34 مريضا، مؤشرات وإن وصفت بالإيجابية إلا أنها تترجم تفاوت بين الجهات، ما يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي مزيد تفشي متحور أوميكرون سريع الانتشار. في أخبار العالم وفي تطورات الأوضاع في ليبيا، أعلن اتحاد القبائل الليبية عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية تهدف إلى رفض التدخل الأجنبي وتدعو إلى تنظيم انتخابات لاستعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة الليبية. اشتباكات وسط العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية مكنت القوات التابعة لحكومة عبد الحميد دبيبة من إعادة السيطرة على معظم الأحياء والمقرات الحكومية فيها، سيطرة يقابلها سحب رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتح باش آغا للقوات الموالية له من العاصمة ومغادرتها باتجاه سرت حقنا للدماء ووقفا للعنف والاقتتال، يقول باش آغا. اقتتال أعلن بموجبه اتحاد القبائل الليبية عن مبادرة جديدة لحل الأزمة تقوم وفق رئيس الاتحاد الطاهر الشهيبي على 7 لاءات، أبرزها لا للتدخل الأجنبي ولا للوصاية الأجنبية ولا لبقاء كافة الأجسام السياسية، ونعم لتنظيم الانتخابات وتفعيل حق الليبيين في تقرير مصير بلدهم. الشهيبي أضاف أن اتحاد القبائل يستعد لانطلاق حملة لا بغية جمع تواقع أكثر من مليوني مواطن ليبي على وثيقة لسحب الشرعية من كافة الأجسام السياسية الموجودة، وشدد على إصدار ميثاق وطني ينظم المرحلة الانتقالية ويمهد لبناء الدولة وإنشاء مجلس أعلى للمصالحة الوطنية وجبر الضرر وإنشاء مجلس أعلى للأمن والدفاع. وفي ذات الخصوص قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها إنه يتعين على جميع الأطراف المشاركة في الاضطرابات التي تهز ليبيا العمل معا من أجل إيجاد حل سياسي والامتناع عن العنف، بينما عبرت السفارة الأمريكية في ليبيا أمس عن عظيم قلقها من التدهور الأمني وتحذيرها من أن الاحتكام للسلاح لن يؤدي للحل وأن قيادة منتخبة من الشعب وحدها قادرة على ضبط الأمور. وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور بعد احتواء الأزمة بفضل الاشتباكات بين قواتي حكومتي دبيبة وباش آغا، يظل ثابت أن السيناريو الخطير الذي يحاول الليبيون إبعاده عن مخيلاتهم قد لا يكون بعيدا. أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة الدولة التي أداها إلى تركيا دامت 3 أيام بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وتوجت زيارة الدولة التي مثلت محطة هامة للجزائر بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من شأنها تسريع وتيرة التعاون بين البلدين، حيث تم الاتفاق على فتح مجال الشراكة والاستثمار في جميع المجالات على غرار الصناعات العسكرية والبحرية الثقيلة. ودعا تبون خلال زيارة الدولة إلى أنقرة إلى فتح المجال أمام المستثمرين ومنحهم كل التسهيلات من أجل الانتقال من الإنتاج إلى التصدير، كما تم التأكيد على توافق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشتركة. في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، حذرت الرئاسة الفلسطينية من اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها وما يرافقها من عمليات اعتقال وقتل وتنكيل بالمواطنين في عدة مناطق.
وسط اعتداءات إسرائيلية تصعيدية بحق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال واقتحام وتنكيل يعمل على مزيد تفجير الأوضاع واستمرار الانتهاكات، حذرت الرئاسة الفلسطينية من اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها بشكل يومي وما يرافقه من اعتقالات عشوائية لعشرات المواطنين واستمرار السماح باقتحام المسجد الأقصى والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحسب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، فإن هذه السياسة التصعيدية تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم اغتيال صوت الكلمة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تخلل جنازتها من اعتداءات. وفي ظل تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل واستمرار معاناتهم التي تختلف أشكالها، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 4 فلسطينيين من محافظتي نابلس وبيت لحم. من جهة أخرى استهدفت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر القطاع بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين في بحر شمال محافظة غزة وأجبرتهم عنوة على مغادرة البحر. وبالتوازي مع هذه التطورات الميدانية المتتالية أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بالاختناق في جامعة في طول كرم جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام حرم الجامعة. ضمن آخر تطورات التدخل الروسي في أوكرانيا، أعلنت روسيا استسلام حوالي 1000 جندي أوكراني في ماريوبول توازيا مع تأكيد القوات المسلحة الأوكرانية رصد 12 هجوما روسيا خلال الساعات 24 ساعة الماضية. دبلوماسيا تعثرت المفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني في ظل تبادل الاتهامات بينهما. فيما تؤكد كييف تواصل عملية إجلاء آخر الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع أزوفستال بمدينة ماريوبول الاستراتيجية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية من جانبها اليوم استسلام حوالي 1000 جندي أوكراني هذا الأسبوع من مجمع أزوفستال آخر جيب للقوات الأوكرانية في هذه المدينة الساحلية بعد حصار دام 80 يوما. وفي آخر تحديث لما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة، قالت وزارة الدفاع أن روسيا قصفت أيضا شرق أوكرانيا بالصواريخ وذلك في سوليدار بمنطقة دونيتسك. وأضافت الوزارة أن روسيا استهدفت أيضا مقاتلين أجانب ودمرت طائرات أوكرانية وترسانات وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، ولم يتسنى التأكد من صحة هذه الأنباء من مصادر مستقلة. في المقابل أعلن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها صدت 12 هجوما روسيا في دونيتسك ولوغانسك خلال 24 ساعة الماضية، إلى جانب تدمير 3 دبابات للجيش الروسي وأنظمة دفاعية ووحدات مركبات قتالية. وعلى الصعيد الدولي ونتيجة التدخل الروسي في أوكرانيا والمخاوف من تداعياته، خطت فنلندا والسويد أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني لأوروبا وتخلتا عن حيادهما العسكري حسب المحللين بعد أن تقدمتا بطلب رسمي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي رغم معارضة تركيا، خطوة وصفها الأمين العام للحلف ستولتنبرغ باللحظة التاريخية ومن شأنها أن تعزز الحلف بشكل كبير في بحر البلطيق. وفيما تلقي الأزمة الأوكرانية الروسية بثقلها على العالم على كافة المستويات، بيّن تقرير لشركة استشارات المخاطر أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود سيزيد خطر الاضطرابات الاجتماعية في الاقتصادات الناشئة. ارتفاع أسعار الغذاء والوقود يبدو أنه سيؤجل تصاعدا حتميا في الاضطرابات الاجتماعية في الدول النامية متوسطة الدخل حسب ما جاء في آخر تقرير لشركة استشارات المخاطر الذي أوضح أن الدول متوسطة الدخل حسب تعريف البنك الدولي من المتوقع أن تمثل 3/4 الدول المعرضة إلى مخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من سنة 2022 و2000.
وأضاف التقرير أن هذه الدول على عكس الدول منخفضة الدخل كانت غنية بما يكفي لتقديم الحماية الاجتماعية وقت جائحة كورونا، لكنها تجد صعوبة الآن في مواصلة الإنفاق الاجتماعي المرتفع الحيوي للحفاظ على مستويات معيشة مجموعة كبيرة من سكانها. وأشار واضع التقرير إلى أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا قد سرع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء التي بلغت مستوى قياسيا في شهر فيفري ومارس الماضيين، توازيا مع ارتفاع أسعار الطاقة كذلك بحدة. وقال تقرير شركة استشارات المخاطر إنه مع عدم وجود حل منظور للصراع، فإن أزمة تكلفة المعيشة العالمية ستستمر خلال عام 23 و2000. كما تابع التقرير أن الاضطرابات قد تعرقل الانتعاش الاقتصادي وتثني المستثمرين عن التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، مضيفا أن المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولة منبوذة من جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما يحد بدوره من تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. وفي هذا السياق أظهر أحدث التقارير أن أكثر من 50% من نحو 200 دولة شملها المؤشر شهدت تزايدا في الاضطرابات الاجتماعية منذ بدء جائحة كورونا. شهدت أسعار النفط من جديد ارتفاعا نتيجة تعافي الطلب في الصين، خاصة مع تخفيف السلطات تدريجيا القيود لمكافحة كورونا. وقد ازدادت الأسعار بدولار و15 سنتا للبرميل، ليتجاوز سعر برميل النفط لخام برنت 113 دولارا، بينما ارتفع خام غرب تكساس إلى أكثر من 114 دولارا للبرميل. وكانت عقود الخام الأمريكي قد تجاوزت مستوى أعلى من عقود خام برنت للمرة الأولى منذ سنتين. في أخبار الرياضة، تدور اليوم الدفعة الثانية من الجولة الخامسة لمرحلة تتويج بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث يحتضن ملعب رادس كلاسيكو الجولة بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي، على أن تختتم الجولة غدا الخميس عندما يحل الترجي الرياضي المتصدر ضيفا على اتحاد بنجردان. في تجربة لإحياء تراث الجهة وتثمينه رقميا من طرف وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، احتضنت دار الثقافة بالوردانين الدورة الأولى لمهرجان فنون التراث لطرح إشكاليات رقمنة التراث اللامادية الواقع. هي مساعد، هي توثق، هي التثمين الرقمي للتراث. تجربة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كان عنوان ألقتها المديرة العامة للوكالة على منبر دار الثقافة بالوردانين، وذلك في إطار الجلسات العلمية للدورة الأولى لمهرجان فنون التراث. كنا تحدثنا عن المنصة الرقمية لأفضل الممارسات، وهو عبارة على سجل وطني بدأنا في الاشتغال عليه، ولكن توقفنا ونحن سنعود العمل عليه. وتحدثت عن مركز الرقمنة، مركز رقمنة التراث الذي بلغت فيه الوكالة أشواط كبيرة. هذا المركز عبارة عن مخبر لرقمنة التراث وسوف نعلن عليها قريبا. نحن ننجز ثم نعلن. إلى جانب هذه المحاضرة الثرية القيمة في التثمين الرقمي لتجربة وكالة أحياء التراث، هناك عدة مداخلات أخرى لأساتذة مختصين، مداخلة في التراث الرقمي الصورة والجماليات، ومداخلة أخرى في الرقمنة والتراث الواقع والأفاق. وشهدت فعاليات الدورة الأولى حدثا ثقافيا طريفا بمدينة الوردانين، تمثل في توظيف مبنى حمام الوراد العتيق في الميدان الثقافي بجعله رواقا لعرض الأزياء التقليدية والرسم والموسيقى. اخترت الفضاء هذا اللي هو الحمام العتيق بالورداني باش نصور الخلة التونسية اللي هي تابعة تراث التونسي بمناسبة شهر التراث. انه تتحول حمام يعني صيغته الطبيعية الى فضاء ثقافي، هذا في حد ذاته يحسب كإنجاز ثقافي في جهة الوردانيين. ومن خلال الفكرة هذه تواردت افكار اخرى وتأثث بفقرات عندها علاقة بالثقافة، كما واكبتوا فما مرافقات موسيقية، فما ورشة، فما عروض قياسية. حمام الورادة
اليوم زرناه وثمناه ثقافيا. نساعين مع سيد المدير العام لوكالة احياء التراث والتنمية الثقافية المدة القادمة ان شاء الله باش نشتغلوا على الموضوع هذا، غاية انه يصبح الحمام متحف او متحف للعادات والتقاليد او للزي التقليدي. وبالتوازي مع هذه الأنشطة أقيم معرض للصورة الفوتوغرافية حول شجرة الزيتون المعمرة وتثمين منتوجها للمصور الفوتوغرافي نجيب الشك، بالإضافة إلى برمجة عرض فرجوي فولكلوري. افتتحت اليوم الدورة 75 لمهرجان كان السينمائي، أكبر حدث سينمائي في العالم، وسط أجواء مميزة يتنافس فيها 21 فيلما في المسابقة الرسمية لنيل السعفة الذهبية. هذه الدورة تشهد حضورا مكثفا للسينما التونسية، ورغم غياب السينما العربية عن المسابقة الرسمية إلا أنها ستكون حاضرة في مسابقتين. أبرز نجوم السينما العالمية الذين خلفوا بصمتهم في الفن السابع سجلوا حضورهم خلال الدورة 75 لأكبر حدث سينمائي في العالم. حفل افتتاح مهرجان كان كان مميزا بكل المواصفات، ففضلا عن انتظامه دون قيود أو بروتوكولات صحية صارمة بعد سنتين من الإغلاق بسبب جائحة كورونا، فإن السياسة طغت على الفن، فكان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شرف افتتاح هذه النسخة. سيداتي سادتي أصدقائي الأعزاء، أقول لكل من يسمعني لا تيأسوا، الكراهية ستزول وسيموت الدكتاتوريون، سنربح المعركة ونحن في حاجة إلى السينما التي ستؤمن نهاية الطغاة لأنها تنتصر دوما للحرية. سيبقى صوت السينما فوق كل شيء. النصر لأوكرانيا. العلم الروسي لن يرفرف هذه السنة في جادة لاكروازات في مدينة كان الفرنسية، والسبب هو العملية العسكرية في أوكرانيا التي خيمت بظلالها على أجواء السينما ليمتزج السياسي بالثقافي. وقد اختارت اللجنة المنظمة للمهرجان فيلم كوبي للمخرج هازانا فيسوس الذي اضطر لتغيير عنوانه من الزاد كوم زاد إلى كوبي بسبب وضع القوات الروسية لحرف الزاد على ألياتها العسكرية في عملية هجومها على أوكرانيا. السينما العربية وإن غابت على المنافسات الرسمية إلا أنها سجلت حضورها بقوة من خلال مشاركتها في مسابقتي نظرة ما بفيلم القفطان الأزرق للمخرجة المغربية مريم التوزاني، وفيلم حمى المتوسط للفلسطينية مها الحاج والحرقة للمخرج التونسي لطفي نثان. وتسجل السينما التونسية حضورا مميزا في هذه الدورة، ففضلا عن مشاركتها في مسابقة نظرة ما اختارت اللجنة المنظمة المخرجة التونسية كوثر بن هني على رأس أسبوع النقاد. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بعناوينها. بداية العمل اليوم بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية، وخبراء يرصدون انعكاساتها المباشرة على الاقتصاد والمواطن. الإعلان عن خطة للنهوض بالسياحة في جربة والقصرين لجعلهما قطبين سياحيين، وانطلاق الزيارة السنوية في الغريبة بجزيرة جربة. اتحاد القبائل الليبية يعلن مبادرة جديدة لحل الأزمة في ليبيا وسط دعوات لتنظيم انتخابات ورفض للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على موقع التلفزة التونسية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.